اكيد سمعتنا واحنا عاملين بنحكي عن التسوس وحشوات الاسنان. صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الله بالخير. كيف حالك؟ تشرفت بيكم. دائما احنا كنا نفكر بالحشوات الاسنان اللي تبان الحشوه المؤقته والحشوه الدائمه، ما نعرف شو الفرق بينهم. طبعا الحشوه المؤقته هي حشوه بتعمل الاسنان لفتره معينه في حاله معينه. بمعنى انا عندي مريض عنده التهاب في الاسنان وعندي احساس ان انا ممكن احافظ على عصب الاسنان او شلت العصب بتاع الاسنان وعايز اخلي الحشو مؤقت لفتره لغايه ما اشوف انطباع المريض، ارتاح، في مشاكل، في الم، بحط الحشو مؤقتا. الحشوه النهائيه هي الحشوه اللي بحطها بعد فتره، ممكن تكون اسبوع لو السن عصبه حي او اتشال عصبه في غياب الاعراض. المريض مرتاح، مفيش الام، مفيش تورم، مفيش التهابات، اخد الدواء وخلاص حالته مستقره. في الحاله دي بحط الحشو النهائي وانا مطمن. الحشو النهائي هو الحشو اللي انا بحطه للعمر كله، وفي انواع هنذكرها لاحقا. في حاجات بتكون لون الاسنان، في حاجات بيكون لونها مغير، بس الحشوه ديت هي عباره عن حاجه بتكون مستقره في الاسنان، بتفضل مع المريض والمريض بيتابع حالتها اذا كانت ثابته ما بتتحركش ما فيهاش اي حاجه. وطبعا زي ما ذكرت حضرتك الايه، المتابعه الدوريه مهمه جدا في الحاجات دي. اتفضل. موضوع تاني مهم دكتور حضرتك ذكرته دلوقتي، انواع الحشوات. أيوة. مثلا انا اللي بحدد والله انا احط نوع الحشوه دي، ولا حالتي هي اللي بتحدد، ولا الطبيب بيشوف انه ده هيكون مناسب، خاصه انه مؤخرا بدانا نشوف انه في حشوات تجميليه للاماكن الزهره مثلا في الضحكه، فايه رايحتك في الموضوع؟ لا طبعا الحاله بتحدد نوع الحشوه. لان حتى في الحشوات مقسمه لجزئين، في جزء بيكون نان اثيتيك يعني بيكون مرئي او لونه بيكون مغير لون السنين، وفي حشوات بتكون بالظبط لون الاسنان. ان الحاله تسمح وكان السن يستحمل الحشو القوي بنحط الحشو اللي هو لون الاسنان. على فكره الحشوات الجديده اللي هي لون الاسنان برضو قويه صلبه جدا. ان كان المريض بيقول لك ايه، انا مش عايز احط حشوات خلفيه تكون لونها مثلا سودا او سمراء او فضي. مع الحديث بتبان بالظبط. دلوقتي التكنولوجيا اتغيرت جدا، دلوقتي بيحطوا حتى الحشوات الخلفيه بتكون لون الاسنان، بتكون مستقره جدا وثابته وبنفس قوه الحشوات الفضيه القديمه. لكن طبعا الحاله بتحدد. لكن دلوقتي حاليا في الوقت الحاضر قل جدا استخدام الحشوات اللي بيكون لونها مغير لون الاسنان. صحيح. يعني دكتور الحشوات تختلف بين الاسنان الاماميه والخلفيه، مثلا في اسنان طبعاً تختلف الحشوات من بينهم. طبعا حتى الحشوات التجميليه اللي هي لون الاسنان بتختلف في الكومبوزيشن او في التشكيل بتاعها. لان بيكون فيها ماده اسمها فيلر، الفيلر دي ممكن تستخدم للخلفيات عشان العض عليها اقوى. لكن الاماميات بنقلل كميه الفيلر عشان ندي شكل جمالي اكتر. لان في التشكيل النهائي للسن انا بنعمه بطريقه معينه بحيث ان هو المفروض يكون شكله جميل، خاصه لو مثلا المريض مثلا نص السن طبيعي ونص السن متكسر، فانا عايز احط حشوه في الاخر تكون شكلها متناسقه مع لون السن الطبيعي، فيفضل حشوات الاماميات. بعض الاطباء بيستخدموا ده في ده، بس طبعا ده مش صحيح. يعني صحيح لونها بتغير دكتور مع الوقت، يعني بنشوف الحشوه بيكون في بدايه الامر لونها مشابه للون السن، لكن بعد مرور سنه او سنتين اذا ما وقعت بتغير لونها وبتصير مايله للصفر اكثر. في اسباب كويسه جدا لحاجه زي كده. طبعا الشركات المصنعه للحشوات التجميليه كتير. دايما بنصح المريض توجه للطبيب الشاطر اللي بيستخدم مواد كويسه، لان حضرتك بس ذكرت دلوقتي ان ايه، في حشوات لونها بتغير. لا، في حشوات تانية المريض بيجي بعد سنين ونفس اللون. لان المريض لما بيجي لك اول طلب، يعني اول حاجه في طلباته، دكتور انا عايز لونها حلو وما تغيرش لونها. فطبعا لو انت بتستخدم الماده المناسبه اللي هي لونها كويس ومن شركه قويه جدا عامله تيست مثلا للماده على مدى مثلا 5 سنين 6 سنين الماده ما بتغيرش، لا هتكون كتير متناسقه مع السنين. حاجه تانية الدكتور والتكنيك بتاعه، لو الدكتور بس حط الحشوه ما عملش الفينش الكامل للسن بحيث ان يطلعها شكلها جميل او السطح يكون سموث او ناعم، طبعا هتغير لونها. انت دكتور احنا قاعد نتكلم عن الوان الحشوات، متى نقدر نستعمل الحشوات اللي هي مثل الزيركون او الذهب في الاسنان؟ الزيركون او الذهب. غني مهند حط ذهب في بقه. في ناس كانوا يحطوا الاسنان ذهب تكون موجوده. الذهب قل استخدامه، وان كان هو طبيا مثبت ان هو كتير متفاعل مع الجسم وما بيكونش فيه اي اضرار. لكن النهارده معظم الناس تيجي تقول لك انا عايز حاجه لون السنان، مش عايز حاجه تكون ذهبي. في زراعات الاسنان بتستخدم الذهب ليه؟ لانه معدن قوي. في الاماكن المرئيه خلفيه ممكن احط الذهب ويكون الشيت بتاعه باين كانه سن. لكن اماميات غالبا في مرضى بتجي لغايه النهارده بتقول لي دكتور انا عايز احط سن فضه. فضه وذهب. بحط سن فضه كموضه بالظبط. طب ليه؟ عشان شكله حلو.
بس قل كتير عن الاول. الاول كان كتير مشترك حتى ان المريض يقول لك انا عايز حته فضه مثلا او مثلا الناب بالذات الناب صح. عايز لون فضي. فلا النهارده كله بيتجه اتجاه تجميلي ان السن يكون لون السن طبيعي او التوجه الجديد في الحاجات اللي هي التجميليات يكون لون ابيض. طب دكتور عايزه ندخل شويه اعمق في الموضوع. لما الشخص يجي مثلا يعمل تنظيف لضرس ويحط حشوه ويرجع الضرس ده ما فيهوش عصب يرجع يلتهب مثلا، بعض الاطباء بيقولوا الحل هنا ما عادش الحشوه بقى لازم يركب كراون. ايه صحه الكلام ده؟ من اول جلسه المريض جاي لي عشان مثلا السن اتشال عصبه بشوف قد ايه اللي باقي من السن الطبيعي. لو الفاضل من السن الطبيعي لا يحتمل انه يحتوي الحشو لا افضل ان من ساعتها اقول له بس جرب السن الفتره وشوف لو مفيش اي الام لا ارجع تاني عشان تحط الكراون. الكراون هو عباره عن غلاف بيحمي اللي باقي من السن مع الحشو فبيزود العمر الافتراضي للسن. لكن النهارده انا لو سبت له الحشو مثلا قلت له خلاص احنا خلصنا كده وراجعني كمان 6 شهور او كمان سنه، ممكن نتيجه الاطباق او العض الخلفي القوي لان حضرتك العض الخلفي قوي جدا، انت بتتكلمي حضرتك مثلا في قوه 300 كيلو مثلا، فممكن يحصل ان فسخ للحشو من السن. لا الاسوأ من كده ممكن السن نفسه ينكسر بطول. وده بيعتمد على ايه؟ انت لما بتعض انت ما بتعضش كده، انت بتعض باتجاه فيها ميل فممكن يكون السطح اللي بين السنين ممكن يكون مثلا حاجه صلبه مكسرات مثلا فيقوم عامل كسر للسن بزاويه. ممكن المريض يجي لي لا الحشو ينفع ولا اللي فاضل من السن ينفع والاتجاه البديل هو الخلع. للاسف. فانا بقول للمريض دايما، انا دايما من اول ما بيجي لي بصور السن بشوف اللي باقي منه وبيستحمل ايه. هل هو بيستحمل ان انا احط الحشو؟ بعض المرضى بيكون سنه التسوس خبيث شويه، بمعنى ايه؟ السن من كل الجدران موجود الحشو السن طبيعي والتسوس في النص واصل العصب. في الحاله دي انا لما اشيل العصب واوصل لغايه العصب واشيله خلاص اللي فاضل من السن يستحمل ان احط الحشو من غير ما اتجه للتلبيس او الكراون. لكن لو الفاضل اقل من نصف السن، نصف السن او اقل، لا لازم يعمل كراون. بقول للمريض خد فتره اسبوعين ثلاثه شهر بس جربه شوف مفيش الام. يا ريت ترجع تحط كراون. بس برضو الثقافه العامه ان المريض لو مرتاح بيخليه كده بالظبط. ودي حاجه مش صحيه. صح. والمريض ساعات بيجي وبينسى، دكتور انت ما قلتليش. اقول لا ده دي حاجه في الاطباء اللي هم الموثوقين ان بيقول المريض على فكره ده لازم تحط له كراون. ان نسيت فدي طبعا ايه تتجه في ان المريض اهمل او نسى او تجاهل، دي حاجه ترجع له. لكن انا افضل دايما الدكتور في اول جلسه بيحدد علاج المريض لا يوجهه انه بعد ما نخلص لازم تحط كراون او تلبيسه او غلاف للسن حمايه عشان تزود العمر الافتراضي للسن. يعني السن مثلا لو انت عامله النهارده وانا عارف ان هو ممكن يقعد معاه مثلا 3 سنين، لا بكراون ممكن يكون 10 15 سنه وممكن اكتر بالحفاظ والمتابعه. طب دكتور لما يجي التسوس بين سنين خلفيين مثلا كيف بتم التعامل مع هاي الحاله، خصوصا انه هي منطقه شبه مخفيه صعب الوصول اليها من قبل الطبيب وبنفس الوقت طريقه حشوها يمكن اصعب اذا تم حشوها؟ بالنسبه للضروس الخلفيه دايما المريض بيجي بحالتين، حاله كشف دوري عادي جدا بعمل له اشعه لكل الاسنان بلاقي التسوس باين كايه نص زي نص هلال او نص دايره باين في الاشعه، او يجي بالم هو مش عارف من ايه بيجي عارف مش عارف من ايه. طبعا الاشعه تبين ان اللي فيه تسوس لكن غالبا بيكون زي هرمي قمته بتكون في اتجاه العصب، يعني بيكون القاعده بتاعته بره والبوز او المقدمه في اتجاه العصب. فطبعا ده بيكون غالبا لان في حاجه ثانيه معلومه كويسه جدا، الاسنان ليها سطحين، السطح العلوي اللي بتعض عليه والسطح الجانبي. السطح الجانبي بيكون قريب جدا للعصب اكتر من السطح العلوي اللي بتعض عليه. يعني مثلا ممكن مريض من السطح العلوي يسوس السن 5 6 7 سنين ما يحس بيه ولا اي حاجه، لكن من الجنب ممكن في 6 شهور يوصل العصب. ليه؟ لان تشكيله السن كطبقات اللي هي المينا والعاج بتوجه ان السوس يوصل بسرعه زي ما يكون حرب كده على العصب، لكن من فوق لان شكل الطبقات دي مختلف فبياخد وقت شويه والسن ربنا خلقه فيه حاجه دفاعيه بتخلي السن يسوس وفي زي طبقه تكلس بتحصل تحت بتحمي السن الفتره. فالمريض ممكن يجي بعد سنين يقول لك انا شايف بس خط اسود، ممكن يكون صبغه، هو مش صبغه هو سوس. لكن من الجنب المريض ممكن يجي اعمل له الاشعه في الكشف الدوري عادي جدا الناس المتابعه الاقي فيه زي هلال بسيط، ده بيكون حشو سهل جدا. نرجع لسؤال حضرتك، ده بيكون بس اللهم لو كان السطح اللي فوق مفتوح بفتح واحط حشو. بالنسبه للحشوات التجميليه فيها ميزه هايله جدا
عن الحشوات الملونه، عن الحشوات الفضيه، ان انت مش محتاج انك انت تهلك السن زي الحشوات الفضيه. الحشوات الفضيه كنت لازم تعمل شكل وشكل قطع معين بحيث ان هو يمسك الحشو. الجديد لا، لان في ماده كيميائيه بتمسك الحشو مع السن، فانت ممكن تخلي الفتحه على قد بس التسوس وتحط الحشو بتاعك، فبتبقى سهله جدا وممكن في جلسه واحده تخلصها. بس المريض لازم يغير عاداته الصحيه، لان غالبا دي هنقولها في الاخر، الناس كلها بتيجي بتسوس بين الاسنان. اكتر تسوس بيجي الناس بيه بين الاسنان. ليه؟ يعني عمليه الخيط اكيد مهمه. عمليه الخيط بالظبط بالظبط. وعلى فكره حتى مش الخيط، يعني حتى في الخيط وفي حاجه تكنولوجيا جديده زي الووتر جيت مثلا. لو انت استخدمت قوه اندفاع الميه، دايما الناس تقول لي دكتور طب الخيط احسن ولا الووتر جيت؟ الووتر جيت. انا بفضل الووتر جيت في حاجه معينه. الووتر جيت هو اندفاع الميه بيكون مثلث، يعني الميه بتطلع شكل كده هرمي، بيكون بينظف المثلث بين السنين. الخيط برضو اخره بيخش ويطلع في خط واحد. صح. بس لو واحد عنده مشاكل في اللثه كان هاي بيكون عنده شيء وايد صعب. لان انا جربت استعمل الووتر جيت. أوكي. جيت بس حسيت ان صدق حساس اللثه عندي، حسست على طول من قوه مع استخدام ووتر جيت. قوه الدفع بتبقى قويه جدا. لا في حاجه ثانيه، انت ممكن استخدام اتجاه الجهاز نفسه غلط. بمعنى الناس زي الشركات القويه اللي انتجت الموضوع دوت مجرباه على مئات الالاف قبل ما طلعوا كمنتج المفروض ان هو مربح بالنسبه لهم. فالفكره ممكن الدكتور نفسه المفروض يقول لك هات الجهاز، هقول لك اتجاه الاستخدام ازاي، وبعدين لو اللفه حساسه ليه اللفه حساسه؟ لان عرض اللفه نفسها اسمها لايف. بالظبط. يعني المفروض نشوف بالظبط ايه اللي بيخلي اللفه حساسه. هل في التهاب؟ هل في ضعف؟ هل نوعيه اللفه ضعيفه؟ فانت لا خلينا على الفلوس بس مع الحرص، لان في بعض المرضى بيستخدم الخيط يعني بقوه شويه، دخل الخيط ويحركه لغايه ما يفصل اللفه عن السنان، وطبعا دي لا دي قمه الالم. ويرجع يقول لك انا عندي الم، بيكون هو الم العصب، وفي الحاله دي بنضطر نشيل العصب حتى لو المشكله مش من الاسنان، من اللثه، نتيجه ان هو فصل الاسنان عن اللثه. طيب دكتور دلوقتي في بعض الاحيان بيحصل شيء مش ظريف، وهو عدم التنظيف الجيد لمثلا للتسوس، او ان احنا ما نشيلش العصب كامل ونيجي نحط الحشوه فوق، بيحصل احيانا الم، ورم، انفكشن، حاجات كتير، فبتضطر ان انت ترجع تاني بتشيل الحشوه وبتنظف بشكل جيد. الموضوع ده قد ايه بيأثر على صحه الضرس الاساسي الاول متبقي منه؟ هو مبدئيا بيأثر على نفسيه المريض قبل صحه الضرس. بالظبط. بيفقدوا الثقه في العلاج. بمعنى ايه؟ انا رحت طبيب، بس انا افضل دايما لو عندك طبيب انت بريفيرد او انت متعود عليه ده استمر عنده، لان هو بيكون تكنيك واحد، الشغل بيتغير وبيتطور. صح. مش بيرجع لورا. فانا بيجي لي مرضى مثلا ممكن يكون عاملين حشوات، او كانوا عاملين حشوات والحشو طلع مثلا دكتور طلع امبارح، اشوف شكل السن من جوه، لان ساعات بيكون الاقي ايه التسوس. وفي حاجه ثانيه عشان برده ما اظلمش طبيب، المريض نفسه وانتظامه بالتنظيف. صح. المريض بيعتقد انه لو عمل حشو للسن فهو مش هيسوس. لا ده غلط. انت لو انت النهارده عملت الحشو وما تمتش من النظافه يظل ده سطح وده سطح بينهم ماده لاصقه، عادي جدا جدا ان اللصق يدوب نتيجه الاحماض اللي بتاكلها، او طريقه تركيب الجبس بعد تكون غلط، دخل نوع من المي عند في الحشوه هي نفسها، بعد تلقى دخل المي في الحشوه يختلف كامل. بالظبط بالظبط بالظبط. فهي من الجنبين، ممكن الدكتور نفسه اللي عمل الحشو ممكن يكون ما اداش كل الامكانيات في ان هو يعمل سيل او التصاق ما بين السن. صح. عمل ممكن فتحه على فكره بسيطه جدا ممكن تقدر باقل من 10 مللي، بعد 6 شهور تفتح تاني. فاهمني ازاي؟ الحاجه الثانيه اللي هو جزئيه المريض انه يعتمد النظافه، نوع الفرشه، نوع المعجون، كم مره بتنظف في اليوم، الهابس بتاكل ايه. صح. في مرضى كتير جدا بيعتقدوا ان الدخان ده حاجه عاديه. لا، الدخان طبعا الدخان اثره اكتر علتها، لكن ما يمنعش برضو ان انت ممكن تيجي المريض عنده تسوس وصبغه السيجاره او ايا كان الماده اللي فيها صبغيه تغطي السوس من بره، وهو معتقد ان هي صبغه سيجاره. لا، واجي انضفها في الجلسه التنظيف العاديه جدا، لا الاقي فتحه كبيره جدا. ممكن المريض على فكره قوه الاحتمال عنده تكون عاليه جدا لدرجه ان هو يكون وصل العصب وهو مش داري وصل العصب. فاهمني ازاي؟ اذا كان طبعا العصب ميت وشايل اعصابه مثلا في المكان، عصب ميت ولا عصب ملتهب؟ عصب ميت. عصب ميت. ملتهب وارم وما حاس. لا، هو عنده قوة احتمال عالية جدا. هو عنده قوة احتمال عالية جدا لدرجة ان هو انا بشيل له العصب. في مرضى على فكرة فعلا بوصل لغاية العصب وبشيل، بوصل يعني شايف العصب قدامي مفتوح وبشيله له وهو مش حاسس بيه. طب هي سبحان الله، هي حاجة اسمها بين ثريشولد، استعداده لتحمل الألم عالي. وفي ناس تانية ممكن ياخد مثلا 4-5 بنج ولسه ألم رهيب يعني.
فبتختلف من شخص لشخص. استفدنا منك اليوم دكتور وايد معلومات حلوه، ياتنا نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا وطن. بنطلع ان شاء الله بريك ونرجع لكم. شرفت بيك، شكرا. نورت يا دكتور. شكرا.